مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده انا عايزه اعمل لكم سمك مختلف شويه. هعمل لكم سمك سنجاري بس بتتبيله البرتقال والخضار، وهنعمل معاه رز بنفس تتبيلته. تعالوا نشوف الاول المقادير كلها وهوريكم هنعمل ايه. اول حاجه انا عندي طبعا سمكه كبيره مفتوحه عشان هنعملها سنجاري. للتتبيله بتاعت السمكه عندي بهارات سمك: جزر، بصل، فلفل حار، فلفل رومي، طماطم، زيت زيتون، ثوم، جنزبيل، قشر برتقان، قشر ليمون، كزبره خضراء، عصير برتقان وعصير ليمون، وملح وفلفل. لتتبيله الرز عندنا رز بسمتي: معلقتين كبار من تتبيله السمك اللي هنعملها مع بعض دلوقتي، بصل مفروم، سمنه، وعصير طماطم. طيب تعالوا نبتدي الاول بنتبل السمك وندخله الفرن وبعدين نعمل مع بعض الرز. هننزل كل الحاجات دي مع بعض في الكبه وهندهن بيها السمك. بقدونس، طماطم، جزر، كرفس، فلفل حراق، انا قصدي فلفل رومي، الثوم، البهارات، بشر الليمون، عصير الليمون، بشر البرتقان، وعصير البرتقان اخر حاجه. هي دي التتبيله بتاعتنا. مش قادره اقول لكم بقى ريحتها وطعمها هيبقى عميز زي مع السمك. نضرب كل ده مع بعضه كويس، نزود لها معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، كده جاهزه تتحط على السمك. هنزل التتبيله فوق السمك كلها. وهندخله الفرن. تعالوا ندخل السمك الفرن ونعمل مع بعض الرز. هنزل السمنة اللي عندي أول حاجة. وهنزل عليها بالبصل. ياخدوا تقريبا مع بعض. هنزل بهارات السمك، شوية ملح وفلفل، نقلب تاني. أول ما أحس إن البصل دبل هنزل عليه خلطة السمك وعصير الطماطم والرز نفسه. مش عايزين البصل يلزق، عايزينه يدبل ويستوي. ريحته خطيرة مع بهارات السمك. البصل من أهم الحاجات اللي بتتعمل مع السمك. بصل وفلفل الحراق الرومي بحسهم من أكتر الحاجات اللي بتليق مع السمك. هنزل خلطة البهارات اللي احنا عملناها للسمك. هنزل كمان عصير الطماطم. نقلب بقى كل ده مع بعض كويس. هنزل عليهم ميه. هنزل بالرز بتاعي. هنسيبه الاول على نار عاليه لحد ما يتشرب شويه من الصوص بتاعه، وبعدين نغطي ونوطي النار خالص.
الرز بتاعي اتشرب المايه اللي فيه، هغطيه بقى دلوقتي وانقله على نار هاديه. مش هياخد تقريبا 10 دقايق لربع ساعه بالكتير على ما السمك يكون استوى. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل طبق لذيذ جدا حلو بعد السمك والرز، خليكم معانا. ورجعنا لكم من الفاصل، السمك طلع من الفرن والرز استوى. عايزه اغرفه او اوريه لكم على السمك، عايزين بس نزود شوية حلقات كده ليمون وشوية حلقات برتقال. والهنا والشفا. تعالوا بقى نعمل حلو هيبقى خطير بعد السمك والرز بتاعنا. هعمل لكم تيراميسو الكرامبري. التيراميسو ده حلو معروف جدا في ايطاليا. البيز بتاعه انه بيبقى طبقات من البسكوت والكريمه ونوع من الفاكهه او بيبقى من القهوه والشوكولاته. النهارده انا هعمل لكم بالكرامبري وبالكرامبري بين الطبقات. تعالوا نشوف مقادير. اول حاجه انا عندي طبعا كرامبري فريش، عندي كوبايه سكر، عندي ميه، عندي شويه فانيليا، عندي الكريم بريليه جاهز طبعا عشان وقت البرنامج وعشان يبرد. انا كنت عامليه عايزه اوريه لكم. هو عباره عن 5 صفار بيض، 100 جرام سكر بودره، 2 كوبايه كريمه لباني، ومعلقتين كبار فانيليا، وبحطهم على النار لحد ما يتقلوا يبقى زي شبه قوام المهلبيه كده. عندي بسكوت ليدي فينجر، وعندي للوش جيلي فراوله بودره، ده من فراوله مجففه بنطحنها وبتتحول الى بودره. طيب انا كنت عامله شويه كرامبري في الميه علشان نغطس فيهم البسكوت قبل ما نحطه بين الطبقات، وكمان عايزه اعمل الكرامبري اللي هنحطه بين الطبقات. سكر على الكرامبري على النار، اقلبه شويه وهسيبه على النار لحد ما يتقل ويدينا قوام زي المربى كده. الكرامبري طبعا هعمله في حمام مائي عشان مش عايزاه يتحرق. طيب تعالوا نجيب البايركس اللي هنقدم فيها، وهبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اسقسق البسكوت اللي عندي. البسكوت ده ميزته ان هو بيبقى شويه مسكر وشويه مجوف من بره من جوه، فبيسحب اي صوص او اي دريسنج بيتحط عليه. هنزله صوص الكرامبري وانزل بيه على البايركس اللي هنعمل فيها. متسيبوهاش كتير لانها كده كده هتتشرب، كده كده هتطرى. يستحسن ما يبقاش سخن عشان برضو البسكوت ما يتهريش. ننزل البسكوت لحد ما البايركس بتاعتنا او طبق التقديم يتملي. واحدة كمان وكده عملنا أول طبقة. هننزل بقى بعد كده بال الكرامبي اللي معمول في ميه اللي أنا بعمل زيه دلوقتي على البسكوت. هنزل بعد كده بالكرامبي اللي بتاعي. غرق الوش تماما. افرده على الوش كده. ممكن كمان نعمل الطبقه دي بالكريمه والجبنه، تبقى حلوه قوي لو عندكم جبنه ماسكربوني او جبنه ريكوتا مع كريمه وتتعمل على الوش. هنزل بقى دلوقتي الفراولة المجففة
وهنزل للتقديم شوية من الكرامبري اللي حطيناها في القلب وشوية نعناع أخضر. وبالهنا والشفا. عملت لكم النهارده السمك بتاعنا اللي في الفرن مع الرز بنفس تتبيلة السمك، وعملت لكم كمان التيراميسو اللي بالكرامبري وصوص الفراولة. طبعا عايزاكم تجربوهم الاثنين وتقولي رأيكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من طعم ولون.